مفيش حديث غير عن نادي الزمالك. في ناس بتقول ان النادي الزمالك معترض على الحكم الليبي وان الراجل دوت مش فير، وابتدينا نعلق لا قدر الله هزمتنا على التحكيم. ده كتير جدا بيتكلموا كده من نادي الزمالك، يعني بيبقى فيهم مجلس الاداره. وناس تانية من جمهور نادي الزمالك العظيم تقول لك لا احنا نلعب 11 ضد 11 راجل ضد راجل، ما نعلقش شمعتنا من دلوقتي لان لا قدر الله ممكن تلزم هزيمه كبيره، فبنعلق شمعتنا لا هم 11 ضد 11 وراجل ضد راجل والبطوله تبقى فيه تعوبه واللعبه تبقى رجاله وقد المسؤوليه. انا بقى رايي مع مين؟ رايي مع الاثنين. وانا فيديو ليا من 10 ايام مع كابتن مجدي عبد الغني في مباراه الشمس حذرت كابتن حسين لبيب، قلت السوبر خارج الملعب. هو طبيعي يعني النادي الاهلي قوي جدا خارج الملعب، جدا جدا جوه الملعب تكسبه بالامكان باللعيبه اللي عندك بس، ولا اداره ولا مدرب ولا جهاز فني. اللعيبه ما شاء الله عليها اللي عندنا تقدر، عندها خبرات، عندها طموح كبير تبطل، في ناس عايزه تبطل تجيب بطوله لنادي الزمالك، وعندها طموح ان تكسب النادي الاهلي والسوبر الافريقي. عندنا لعيبه كده، الاداره واداره المباراه والجهاز الفني والكلام ده كله زيرو، خلينا متفقين يعني. دي رقم ده يعني ده من 8 شهور الكلام ده، مش بقوله من فراغ يعني. عايز بقول لك طاقه سلبيه طاقه ايجابيه، كل اقصى ده ما يلزمنيش. اللي بيقول كده واحد منتفع او واحد ليه غرض. في 8 شهور ما فيش بصمه يبقى خلاص مدرب فاشل. 8 شهور جبت له جبت له ما جبتلوش ولا فريرا ما جبناهوش حد خالص، والدوري كان واقف وطلع سيد نيمار وسام نبيه وحسام عميد طلع عليه وخدنا دوري وكاس. لانه مدرب فاشل، خلينا متفقين يعني. وكمان بيغلط في اماكن لعيبه كتير جدا، وتجربته زفت 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 ما عرفش غير خالص. فانت لما يكون عندك مدير فني زي ده، هو مش مدير فني اصلا، هو شيخ كان مدرب عام ولا بتاع اكاديميه، مدير فني مش عارف مكانه لعيبته ولا عارف يديهم مباراه تقع. فانا بتمنى ان اللعيبه هي اللي في الملعب ان شاء الله باذن الله هي تخلص لنا الماتش بدري بدري قبل ما يفتي البيضه. فانا مع الرايين، خارج الملعب هو خارج الملعب قوي جدا جدا، بس نادي الزمالك هيملك لعيبه ان شاء الله ان شاء الله يفرحونا كلنا، ولازم يفرحونا بجد. راجل ضد راجل زي ما قلت قبل كده، كوره مشترك خش تلاقش في كوره قوم وقف جبت جول تجيب التاني دخل فيه الجول قطر الله تعادل واكسب. هو ده ان شاء الله لازم نشوف روح لعيبه نادي الزمالك في الملعب مع الدعم الاول والاخير والتاني والتالت والعاشر وكل حاجه من جمهور نادي الزمالك. هو اللي عليه عامل كبير جدا 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 في الماتش جمهور نادي الزمالك. بيدي طاقه ايجابيه لو انت نازل 100% دي هيديك 200%. هو ده فعلا مدير فني الحقيقي بقى نادي الزمالك، الجمهور نادي الزمالك. والله العظيم عارف بقول كويس قوي، انتوا المدير الفنيين دلوقتي، انتوا جبتوا لنا الكونفدراليه. ال 80,000 وال 100,000 كانوا بره واللي جت من المحافظات جت من المحافظات دي كلها، ده جمهور نادي الزمالك العظيم كان هو اللي بيقود المباراه. ده المدير الفني اللي ادى طاقه ايجابيه وادى باور غير عادي للعيبه، ده في لعيبه كانت في الملعب قليله جدا. لما شافت الجماهير مستواها عالي جدا. فاذا المدير الفني لنادي الزمالك الفتره الجايه هو جمهور نادي الزمالك. اتمنى ان شاء الله التوفيق. اتمنى ما يسمحش الكلام والمهاترات اللي في التهاب دي يعني. في ناس في خناقات تتخانق معاها وخناقات تسمع وتطنش، في ناس مالهاش رسمه فعلا، مالهاش رد عليها اصلا خالص. انا من ضمن الناس دي ما بردش على حد. الا بقى لو في حاجه جامده يعني مع ناس كبيره يعني، الناس الصغيره دي ما بردش عليها، ما لهمش لازمه اصلا في الحياه. احنا نركز شغلنا وركز في الملعب وركز مع لعبتنا، نرجع بالسوبر ان شاء الله. اشوفكم على خير، السلام عليكم. انا الاداره لسه جاي ندعمهم يا جماعه. في 30 رجل اعمال معانا. الحل كل حاجه تتحل من فضل الله. مفيش صفقات تاني، انسوا كل كده فاتت اتوقف مرتين. صفقات هتجيب لكم صفقات ضرب نار. اصبر ولا صفقه. فلوس كهرباء خدناها بالدولار وطلع بيها الرسمي من بنك نادي الزمالك، موقع نادي الزمالك. تطلع لنا كابتن حسام مندوب، دكتور حسام مندوب، ما خدناش بالدولار. اصبر هنتسحب من قدام النادي الاهلي، احنا النادي الوطنيه. ولازم نعالج كل حاجه والتحكيم والاعلام. مفيش حاجه حصلت، ده انا اللي اضطريت. معقوله؟ اصبر بقى قبل ماتش السوبر. انت ايه؟ انت عايز الاداره ليه كده؟ هيجيبوا لنا صفقات جامده جدا. اصبر مش وقته. حاضر. جينا بقى قبل ماتش السوبر. فين الصفقات؟ مفيش. اصبر بقى عندنا اول بطوله، اول ماتش بروس الكين في الكونفدراليه. اصبر لازم ندعم الاداره والمدرب. اصبر. المنظر عامل ازاي؟ عندنا السوبر الافريقي مع الاهلي. اصبر الوقت هو 90، بلاش كده، لازم ندعم اللعيبه والاداره. شعارنا اصبر 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 اصبر
لغايه ما هنوصل لمرحله ربنا يستر علينا الزمن، عشان انتوا عايزين تصبروا 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 تصبروا. خليكم بقى، فعلا الصبر مفتاح الفرج، بس مش مع الناس دي والله العظيم، مش مع المدرب ده والله. هو انا كلامي كده هيأثر على اللعيبه او نتيجه الماتش؟ لا طبعا. قلنا اللي ذاكر ذاكر، واللي اتعلم اتعلم، واللي نجح نجح، واللي باع الناشئين باعهم، واللي استفاد استفاد، واللي دمر دمر، واللي عمل عمل. يعني كلامي مش هيأثر معاهم في اي حاجه خالص. هم اتمرنوا، هم فرد في اعداد، وعملوا تشكيل، وعملوا كل حاجه. مش محتاج كلامي في حاجه، ده بالنسبه للكوره يعني. يعني الكوره ما بتأثرش في حاجه. حرب التصريحات دي عاديه، ما بتأثرش مع اللعيبه، ولا أثر مع الكلام، ولا أثر مع الجهاز الفني. المفروض ان هو مرن اللعيبه، محافظ اللعيبه، واللعيبه دلوقتي عايشه جوه المباراه. فانت كلامك اصلا كده كده مش هيأثر معاهم في حاجه. انت بتلعب بس العام النفسي مع الجمهور بس، هو ده قصدي يعني. انما احنا اصبر اصبر اصبر، ولا حاجه بتتحقق. عاملني مؤشر امامي كده، فاضل لنا سنتي على الارض، سنتي وننزل تحت الارض، عشان اصبر على الاداره، اصبر على الجهاز الفني، اصبر اصبر اصبروا انتوا بقى يا جمهور الزمالك. ربنا يستر علينا، اشوفكم على خير.